ورجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معكم باقي فقرات ليالي الكويت، واكيد ضيوفنا مميزين. واليوم معنا فرح البابطين، المدير الابداعي لمجموعه زن، اسم لامع في مجالات كثيره، تفردت وابدعت في تشكيل خط مميز في عالم التصميم، حققت بذلك نجاح غير مسبوق، نالت على هالنجاح جائزه المراه العربيه العام 2014 عن فئه تصميم الازياء والموضه. قصه نجاح فرح بدايه من مهرة للأزياء الفاخرة، بوتيك لونا للملابس، الفلاور روم، مركز سبارك الرياضي، ومركز الفنون، حتى آخر مشاريعها. اليوم معنا فرح البابطين عشان شاركنا قصة نجاحها، وهي أكيد إنسبريشن حق كثير من النساء بالكويت والعالم العربي. نتابع هالتقرير ونرجع لكم. فرح، بين كل هالمشاريع اللي تحتاج دقة وتفاصيل وتحتاج اهتمام كبير حق أدق التفاصيل، مثل ما نعرف فرح، شلون قادرة تلاقين وقت حق كل هالتنسيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أمسي عليك لولو، على جميع مشاهدين تلفزيون الكويت، وعلى هالاستضافة الجميلة أشكر ليالي الكويت. من وانا صغيرة أحب التحدي والمنافسة، وربيت في بيئة تعزز الثقة بالنفس وتنبذ الاتكالية. أنا أعتقد أن الواحد لازم يكون عنده مرونة في أنه يتكيف مع ضغط الأعمال، وأنه يكون عنده ترتيب للأولويات. وسر النجاح هو حبك وشغفك لمجال عملك. عرفنا سر النجاح من فرح، اللي نقدر نقول يمكن 5 ليديز ولا 6 ليديز، من وين ما شاء الله عليك. أنا الحين بنتقل لمهرة، اللي هو أحب براند حق فرح وأقرب شيء حق فرح. مهرة شنو؟ في روح الشرق اللي احنا نعرفه. مهرة ما أعتبره مشروع أو عمل تجاري، لأن أعتبره ملاذ أو متنفس لي ألقى نفسي فيه. أنا أعتبر عاشقة لأي شيء له دخل بالجمال العربي، سواء جغرافيا أو في جمال المرأة العربية بقوتها بحدتها. أحس في سحر كذي ودي أترجمه من خلال تصاميمي، وصراحة أنا أعتز بكل قطعة أصممها في الكولكشن. فمهرة غير، مهرة غير، وحضورك معنا غير، ولبستي ناس غير. يعني من براند مهرة لبستي كثير من المشاهير، منهم الفنانة أحلام. إيه، أعتبر أنا الفنانة أحلام رمز من رموز جمال المرأة العربية بقوتها بحضورها، فيعني أستلهم منها بتصاميمي صراحة. نوجه لها تحية أكيد، الفنانة أحلام، وأكيد ذوقها وعرفت تختار. يعني مهرة أكيد متميز وفريد وقريب منك. إحنا ملاحظين أن المشاريع كلها فيها روح فرح وتاتش فرح أكيد الموجود. لكن راح ننتقل الحين حق حدث رياضي مهم جدا، وقاعد يصير تقريبا يعني أكبر حدث رياضي في الكويت، ماراثون سبارك، اللي راح يكون يوم السبت القادم إن شاء الله تاريخ 14. حدثينا عن قصة نجاح الماراثون للسنة الثانية على التوالي. لله الحمد، ماراثون سبارك هو الحدث الرياضي الأكبر في دولة الكويت. هو ماراثون أو حدث رياضي غير ربحي، ريعة بالكامل يتوجه إلى مؤسسات خيرية عدة، والسنة هذه نفخر أن احنا ندعم مؤسسة حياة لعلاج مرضى سرطان الثدي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. فالهدف من ماراثون سبارك هو وضع الكويت في دائرة الضوء أنها تحتضن فعاليات رياضية على مستوى عالمي. ولله الحمد هذه النسخة الثانية، النسخة الأولى فاقت التصورات بالنسبة للمشاركة، فوق 2000 مشارك من 52 جنسية من برا الكويت. وهالسنة أنا ودي أنوه أن في رياضيين مصنفين عالميا جايين راح يشاركونا سباق إن شاء الله، فراح تكون الأجواء جدا فريدة. أكيد نوجه دعوة حق المشاهدين عشان يشاركون في ماراثون سبارك اللي راح يكون يوم السبت القادم إن شاء الله، والتسجيل عن طريق الموقع الرسمي اللي هو sparkmarathon.com، وعندنا بوث في المارينا مول موجود لحد يوم الخميس أي. إن شاء الله أي. ماراثون سبارك السنة اللي طافت كان نجاح فائق ولاقى اهتمام من الكويت وخارج الكويت. السنة أيضا في اهتمام من مصر ومشاركات عدائين من كينيا وأيضا من دول الخليج. شو اللي يفرق ماراثون سبارك 2017 عن العام الماضي؟ وأنا الحين حاليا قاعدة أكلمك في فريق
بيهايند ذا سينز، وانا اكون فخوره ان جزء من هذا الفريق اللي قاعد يعمل على قدم وساق في شارع الخليج اللي هو خط سير الماراثون، وفي مارينا كريسنت اللي هو موقع قريه بنك برغان الماراثونيه، اللي ادعو جميع المشاهدين ان يكونوا متواجدين يوم الجمعه ويوم السبت، لان رعاتنا هالسنه ما قصروا، منظمين فعاليات وعروض جميله، فالاجواء راح تكون جميله وهالسنه غير ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، ومن نجاح لنجاح. حابه انوه حق المشاهدين ان هذه الفعاليه راح يهتم تلفزيون الكويت بتغطيتها، لان الراعي الاعلامي لها بحضور معالي وزير الاعلام وزير الدوله لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. هذه دعوه للجميع للتسجيل والمشاركه في هذا الحدث الرياضي المهم، واللي يهدف لنشر الوعي الرياضي والصحي اللي يضع دوله الكويت في خارطه الاحداث الرياضيه المهمه. فرح أكيد أنتم سباقين في هذا الشيء، وكلمة أخيرة حابة توجهينها. أنا أشكر وزارة الإعلام لرعايتها للسنة الثانية، وأشكر وزير الإعلام على رأس الوزارة أنه هو يدعم هذه المشاريع الرياضية، ومن خلال شاشة تلفزيون الكويت اللي هو الناقل الرسمي لهذا الحدث الوطني، أدعو جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة أن يشاركون في هذا الحدث لرفع اسم الكويت، وان شاء الله نشوفكم يوم 14/1. ان شاء الله كلنا راح نكون موجودين. انت اول وحده ان شاء الله. ان شاء الله وعد، ان شاء الله راح اكون موجوده، وكل اللي يقدر يشارك، ونبي رفع اسم النساء. فرح انت صح، اكيد انت مصدر ايحاء لكثير من النساء العربيات، فاكيد نبي اسم الكويت يرتفع زياده. ومشكوره فرح على وجودك معنا في ليالي الكويت، ومنورتنا اليوم اكيد، ومنها للاعلى، وبالتوفيق في الماراثون. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لك فرح. مشاهدينا ننتقل معاكم فقرة ثانية مع ليالي الكويت.